من المواقع المحلية، قناة اليمنية تحتفل بتجاوز 2 مليون متابع على موقعها الإلكتروني. موقع ألماني يبحث عن الإجابة، من المسؤول عن حملة التهجير ضد الشماليين في عدن؟ من أخبارنا المنوعة، أهداها دراجة عندما كانت في الخامسة فبحثت عنه 24 سنة والتقته لتشكره. أهلا بكم. تخطت صفحة قناة بلقيس الفضائية الرسمية على الفيسبوك حاجز 2 مليوني إعجاب ومتابعة، وذلك منذ إنشاء الصفحة في 23 من أكتوبر عام 2014. وقد ركز موقع القناة على هذا الإنجاز وعنوان صفحة بلقيس على فيسبوك تتخطى حاجز 2 مليوني إعجاب، والإدارة توجه رسالة لجمهورها. وانتهزت إدارة قناة بلقيس هذه المناسبة لتوجه رسالة شكر لجميع متابعي القناة، وقالت أنها تثمن عاليا ثقة الجمهور بالقناة ومنصاتها الإلكترونية، وعدت هذا الرقم الكبير من المتابعين حافزا كبيرا للمضي قدما في إيصال صوت اليمنيين للعالم. أفاد المدير العام لقناة بلقيس أحمد الزرقة في تعليق له على هذه المناسبة قائلا: نشعر بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا كقناة اختطت لنفسها خطا تحريريا مغايرا كان اليمني غايته وهدفه، والدفاع عن قضاياه وتبني طموحاته وآماله في وسط مضطرب وبيئة لا تتمتع بالثبات والاستقرار. وتابع الزرقة: رغم ذلك حاولنا التعبير عن أصوات الغالبية الصامتة التي لم تجد في ظل التجاذبات التي تمر بها البلاد من يستمع لها أو يعبر عنها. أضاف: لا يسعني في الحقيقة إلا أن أشكر جميع الزميلات والزملاء العاملين في كافة أقسام وإدارات قناة بلقيس كونهم من وضعوا بصماتهم في محتوى القناة. هل سيكون القادم أجمل للجنوب؟ يتساءل موقع عدن الغد. ووفقا للموقع فإن الخسائر التي حدثت للمواطنين من الحرب الأخيرة لم تكن قليلة، فهناك من خسر منزله، وهناك من أحرقت سيارته، وهناك من فقد أحد أفراد أسرته. لم يتوقف الأمر هنا فقط، بل بعد توقف الاشتباكات وسيطرت قوات الانتقال على عدن وإعلان سقوط الشرعية أصبحت الأمور غير واضحة للمستقبل. ويطرح موقع عدن الغد: ماذا سيكون مصير المؤسسات الحكومية؟ وما هو التغيير الذي سيحدث فيها؟ وما هو مصير رواتب الموظفين؟ هل ستظل ثابتة كل شهر؟ أم أن هناك أزمة قادمة؟ أفاد الموقع أن المواطنين هم الضحية الكبرى لتصارع القوى السياسية من أجل السيطرة على الأرض ومد نفوذها. الصحفي سامي نعمان خرج قبل مدة من معتقلة ميليشيا الحوثي واتجه إلى المناطق المحررة، وظل في تعز لوقت ثم ذهب في مهمة صحفية إلى عدن، وصادف وجوده هناك أحداث عدن، وقد تعرض للإيقاف من قبل الحزام الأمني، وسرد قصته في مقال تنشر بلقيس أجزاء منه. مساء الاثنين 5 أغسطس 8:30 مساء، أوقفتنا نقطة تفتيش على ساحل أبيان قبل طريق مطار عدن، كنت برفقة زميل آخر. اقترب منا جندي شاب دون مقدمات متحدثا بنبرة ساخرة، وقبل أن يفتش قال: احتفلت بمقتل أبو اليمامة. على كل حال ظلوا لأكثر من ساعة يفتشون هواتفنا ويتنقلونها من جندي لآخر، وغاصوا في أعماق خصوصيتنا ويقلبونها، ولم نتعرض لأي شتيمة أو إهانة أو تهديد، مع أن التعامل بالهوية وانتهاك الخصوصية والبحث عن إدانة من الهاتف يشكل انتهاكاً صارخاً وهمجياً للحقوق والكرامة الإنسانية. أخذونا بعدها بسيارتنا إلى حوش صغير بداخله غرفتان على طريق العلم حيث العمليات، وأخبرناهم أننا صحفيون. طلبوا ما يثبت فعرضنا بطائقنا، فأجروا مجموعة اتصالات وأخلوا سبيلنا خلال أقل من ساعة، إضافة إلى الساعة السابقة في النقطة. ضحكت مثقلا بكل أكوام القهر بداخلي، وأنا الذي مضى على وجودي في عدن 10 أيام في زيارة عمل. كنت أتخيل نفسي مرحلا في شاحنة مكتظة بالبشر الذين يسوقونهم كأنهم كباش العيد. نجونا بطبيعة الحال بسهولة لأننا صحفيون، وأن تكون صحفيا فذلك يعطيك بعض الحماية لدى الحزام الأمني.
وهذه ميزة للصحفيين خلافاً لما عليه الحال عند الحوثيين الذين ستضطر أن تخبرهم أنك طبيب بيطري أو عامل بوفية أو مبلط، على أن تخبرهم أنك صحفي أو موظف في منظمة غير مرضي عنها. لكن هل هذا التصرف فردي؟ قطعاً ليس فردياً، بل منظماً وبأوامر عليا، والدليل أن يتم بنقاط تفتيش تطبق حرفياً الأوامر العليا. وهل هو تصرف عنصري؟ نعم، عنصري وقذر، إذ تنتقى ويشتبه بك بعد قراءة بيانات الهوية، ويبحث لك عن تهمة بذات الطريقة الهمجية القذرة التي ابتكرتها الفاشية الحوثية للبحث عن إدانات للأبرياء، مع فارق أنها عند الحوثيين عنصرية عامة، إذ يشتبهون بكل من ليس معهم أنه ضدهم. كل قهر الدنيا ينتابك وأنت الذي تركت بلادك وقريتك وأهلك جراء تنكيل وإرهاب وعنصرية الحوثي، لتجد من يتهمك في مناطق أخرى أنك حوثي. قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده تدعم يمناً موحداً ولا تتغاضى أبداً عما فعله ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، وعنوان موقع المصدر أونلاين: الخارجية الأمريكية ندعم يمناً موحداً ولا نتغاضى أبداً عما فعله الانتقالي. نقلت قناة الحرة الأمريكية عن مسؤول أمريكي دعوة الأطراف في اليمن للتوصل إلى اتفاق متفاوض عليه ينهي ما يعتبر إلهاء عن التهديد الاستراتيجي الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران ضد السعودية. أضاف المسؤول الأمريكي أن ما جرى في جنوب اليمن إلهاء وأمر غير مساعد، وهو إزاحة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. موقع الصحوانت يتابع انتهاز ميليشيا الحوثي لفرصة الخلافات في القوات المناهضة لها، وعنوان الموقع: ميليشيا الحوثي تصعد من عملياتها القتالية في الحديدة. قالت مصادر عسكرية ميدانية أن ميليشيا الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح والخمسين وكيلو السبعة بقذائف مدفعية الهاون والهاوزر. أكدت المصادر أن مسلح الميليشيا الحوثي يستهدف بالأسلحة المتوسطة وبشكل مكثف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في المنطقة ذاتها، وتزامنت عملية القصف والاستهداف مع قيام الميليشيا بدفع تعزيزات كبيرة تتضمن آلية عسكرية تحمل مسلحين مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى داخل مدينة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري المستمر. هل يعي المجلس الانتقالي الجنوبي حقا ما معنى إدارة الدولة؟ تحت هذا العنوان كتب سامي الكاف مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إدارة جنوب اليمن دون أن يوضح كيف سيديرها، هل عبر إعلانه دولة خاصة به وفق ما هو متعارف بشأنه في إدارة الدول، أم عبر الاكتفاء بترديد شعاره الأثير إما التحرير والاستقلال وإقامة جمهورية الجنوب العربي الفيدرالية، وإلا فسبيل الجبهات. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن إدارة الجنوب. سألت نفسي، ماذا يعني المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن توليه إدارة جنوب اليمن؟ هل يعي المجلس الانتقالي الجنوبي حقاً ما معنى إدارة الدولة؟ ألا تلاحظون أنهم مستمرون في التعامل مع عيدروس الزبيدي رئيس دولة؟ هل اطلعتم على الأعداد الأخيرة من صحيفة الشعب 14 أكتوبر؟ بإمكانكم مطالعة نص بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه لتسأله ماذا يريد بالضبط، وبالمرة ضعوا على طاولته ما يلي من سطور: عملية تحقيق الأهداف المرسومة بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفق منهج محدد وضمن بيئة معينة تسمى إدارة. والإدارة فرع من العلوم الاجتماعية، وهي أيضاً عملية التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة على الموارد المادية والبشرية للوصول إلى أفضل النتائج بأقصر الطرق وأقل التكاليف المادية. دعونا الآن نسلط الضوء على مفهوم إدارة، طالما المجلس الانتقالي الجنوبي قرر إدارة جنوب اليمن. أما مفهوم إدارة الدولة وفق عبد العزيز العساوي هو تنظيم للعلاقة بين الحكومة والمواطنين، سواء أكانوا أفراداً أم أعضاءً في مؤسسات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. كما عرفت الإدارة السياسية بأنها إدارة الدولة من خلال أدوات سياسية كالسلطة التنفيذية، تساندها السلطتان التشريعية والقضائية، وتيارات أخرى مثل القوى السياسية والأحزاب.
وعلى نظام الحكم أن يمتلك القدرة على إدارة سلطة الدولة على الأفراد الخاضعين لها. وقد مثلت السلطة الحاكمة الجهاز الذي تعتمد عليه الدولة في صياغة سياساتها العامة وتنظيم شؤونها، حيث تمثل الحكومة الجانب التنظيمي للدولة. أنباء عن تهجير قسري واعتداءات جسدية وتهديد بالقتل تطال أبناء المحافظات الشمالية في عدن من قبل عناصر أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. دي دبليو عربية رصدت الحوادث وطلبت تعليقا من المجلس، فكيف جاءت الإجابة والتي وردت في تقرير بعنوان من المسؤول عن حملة التهجير ضد الشماليين في عدن؟ يستدل الموقع بما كتبه نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، حيث قال أنه يتم الاحتفال في عدن وتوزيع المشروبات في بعض المطاعم لمقتل شهدائنا. وبرر بن بريك الحملة بقوله أن من يقوم بالحملة من الشعب، متسائلا من يوقف الشعب. ومع ذلك وعقب موجة ردود الفعل الكبيرة التي تفاعل معها اليمنيون وبعد أيام من الحملة، خرجت قوة الحزام الأمني المدعومة من الإمارات والموالية للمجلس الانتقالي في الرابع من أغسطس تنفي وقوفها خلف حملات تهجير قسري ضد أبناء المحافظات الشمالية وإغلاق محلاتهم التجارية. يقول الناشط اليمني رئيس المنتدى الجنوبي لحقوق الإنسان أحمد الحسني لدي دبليو عربية أن قوات الحزام الأمني ألحقت أذى جسديا بالألاف من المواطنين العاملين في التجارة بعدن، وأنها دفعتهم لترك موارد دخلهم المادي. صحيفة أكتو أورانج الناطقة بالفرنسية تابعت الأوضاع في مدينة عدن وعلقت اليمن: السعوديون والإماراتيون يحاولون نزع فتيل الصراع في عدن. ركزت الصحيفة التي ترجمت لصالح قناة بلقيس على وصول وفد عسكري إماراتي إلى عدن في محاولة لتهدئة الوضع المتوتر للغاية، وسيطرح في صلب المناقشات انسحاب الانفصاليين الذين استولوا على المواقع الحكومية الرئيسية في عدن بعد قتال مميت الأسبوع الماضي. أدى القتال إلى تعقيد الصراع المستمر في اليمن بين الوحدات الموالية للحكومة التي يدعمها منذ عام 2015 التحالف ومتمردو الحوثيين. في الواقع فإن الطرفين المتقاتلين في عدن متحالفان من الناحية النظرية في القتال ضد الحوثيين المتمركزين في الشمال والمدعومين سياسيا من إيران المنافس الإقليمي للسعودية. في الأسبوع الماضي استولت قوات الحزام الأمني الجناح المسلح للمجلس الانتقالي الجنوبي على القوات الموالية لهادي في القصر الرئاسي والمقر الحكومي والمواقع العسكرية الرئيسية. الكاتب عبد العزيز السويدي يدعو اليمنيين للتوحد ومواجهة عدوهم الذي أسس لكل الانقلابات، وأضاف في جريدة الحياة اللندنية: لا شك أن الانقلاب في عدن قدم للحوثي وللقوى المساندة له ذخيرة لخطابهم الدعائي، وتوج ذلك بتصريحات مرشدهم الإيراني وهو يستقبل عملاءه الحوثيين ليصرح بأهمية وحدة اليمن. نظام الملالي مشهور باستغلال شعارات براقة تدغدغ عواطف البسطاء فيما تعمل ميليشياته الإرهابية على تقسيم كل دولة عربية تطالها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. ليست هذه النتيجة الوحيدة للانقلاب في عدن، بل أدى كذلك إلى إضعاف مكانة الشرعية والتحالف الذي يدعمها. تقع مشكلة النخب السياسية اليمنية في الأولويات، فهم يتصارعون على غنيمة لم يحصلوا عليها، بل ويتزايد فقدانهم لها في كل مرحلة. الرئيس عبد ربه منصور هادي يمثل رمز الشرعية المعترف بها دولياً وهو جنوبي، بما يمثل ذلك شكلاً من أشكال الطمأنينة للمكون الجنوبي، ونائبه الفريق محسن شمالي. هذه التوليفة يفترض أن تبعث رسائل اطمئنان لكل اليمنيين الحريصين على الوحدة واستعادة وطنهم، لكن أداء الشرعية أحدث انقسامات وأورث شكوكاً منذ ما قبل لجوئها لطلب العون من السعودية، خاصة في أيام اختطاف الحوثي للسلطة في صنعاء بتلك الصورة المريبة. لم يكن للجماعة الحوثية الإرهابية في اليمن من قدرة على اختطاف السلطة في صنعاء إلا باستغلاله للخلافات بين المكونات السياسية اليمنية، يطمع هذا ويقتل ذا. استخدمه الرئيس السابق علي صالح وتمترس معه، فانقلب عليه وقتله بأبشع صورة، وهو لن يتوانى عن سحق كل مكون آخر، حتى شيوخ القبائل الذين يتعاونون معه يقتلهم ويسحل جثثهم حين ينتهي من استخدامهم. لذا
فإن أمام اليمنيين تحدياً جديداً وهم سيخسرون إذا لم يحددوا العدو الحقيقي لهم ويتحدوا ضده. يمكنهم بعد التحرير طرح كل الرؤى والطموحات. رفضت نائبة الكونغرس الأمريكية رشيدة طليب اقتراح السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بزيارة إسرائيل لدواعي إنسانية، معتبرة أن الشروط التي فرضتها الدولة العبرية على الزيارة جائرة وعنوان موقع فرانس 24. النائبة الأمريكية رشيدة طليب ترفض زيارة إسرائيل رغم سماح السلطات لها بالدخول. وكانت طليب قد التمست في رسالة خطية مقتضبة من إسرائيل السماح لها بزيارة عائلتها المقيمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فسمح لها بالدخول تحت شرط التعهد باحترام الشروط المفروضة من إسرائيل. أجابت النائبة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب بالرفض على العرض الذي قدمته لها السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بزيارة جدتها المسنة في الضفة الغربية المحتلة. قد تنسى هدية قدمتها لطفل لكنه لا يمكن أن ينسى. إليكم أحد هذه الأدلة حيث نطالع من شبكة البي بي سي. أهداها دراجة عندما كانت في الخامسة فبحثت عنه 24 سنة والتقته لتشكره. ظلت صورة الدراجة الجديدة التي قدمها لها ذلك الرجل الغامض عندما كانت في الخامسة من عمرها في مركز للاجئين بهولندا حية في ذاكرة اللاجئة الكردية ميفان بابكر التي فرت مع أسرتها من العراق أعقاب حرب الخليج. وقالت ميفان البالغة من العمر 29 عام أن الهدية السخية التي قدمها رجل لم تستطع أن تتذكره شغل تفكيرها أكثر من عقدين من الزمن، وبدأت قصة لقائها بذلك الرجل الذي بحثت عنه طويلا. تقول: كنت في الخامسة من عمري عندما تم إرسالنا إلى مركز للاجئين في مدينة بهولندا في تسعينيات القرن الماضي. اشترى لي هذا الرجل الذي كان يعمل في منظمة إغاثة اللاجئين دراجة هوائية وأهداني إياها. لم تتسع الفرحة قلبي. لم تنسى ميفان كرم ولطف ذلك الرجل، فكتبت تغريدة في تويتر تطلب المساعدة للعثور عليه مرفقة بصورته التي التقطتها له والدتها على عجل في إحدى المرات، وتقول: أتذكر شعوري في ذلك الوقت، كان شعورا خاصا ترك أثرا كبيرا في نفسي، وكنت أقول في نفسي: هل أنا مميزة وجديرة بهكذا هدية كبيرة؟ الأحداث كما وثقها مصور صحيفة الجارديان البريطانية نستعرضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة إلى المواقع الإخبارية وإلى صفحاتنا الخاصة، عبر رسامو الكاريكاتير عن مواقفهم واتجاهاتهم بكل خفة وذكاء. مجموعة من هذه الرسوم نستعرضها في جولتنا التالية.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.